النهارده الرئيس السيسي تفقد المعرض الدولي للصناعات الدفاعيه والعسكريه ايدكس 2018. الحقيقه المعرض شهد حضور عدد كبير من وزراء الدفاع في العالم، منهم وزيره الجيوش الفرنسيه واللي كان ليها لقاء مع الرئيس السيسي ايضا، ووزير الدفاع الاماراتي، وايضا عدد كبير من وزراء الدفاع في العالم العربي وافريقيا. المعرض حضره طبعا رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد كبير من جنرالات العالم ورؤساء أركان الجيوش، وكان في تعليقات طبعا من وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي الدكتور البواردي، قال إن هذا المعرض بيؤكد على إمكانيات مصر والهيئة العربية للتصنيع، وقال إنه أيضا سيتم التعاون ما بين مصر والإمارات في التسليح وفي أيضا التنسيق العسكري في الإنتاج العسكري. كان في أجنحة للإمارات والمملكة العربية السعودية، وكان في أيضا أجنحة لدول متعددة، وطبعا كان في كلمة مهمة للفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قال إن الجيش المصري أعظم من تحدى المخاطر ومهما تعظمت، وقال إن إحنا بنمتلك قدرة على الدفاع وإمكانيات أيضا بتؤكد تنامي وتعظم هذه القدرة. طيب انا معايا الحقيقة احد خبراء العسكريين الدكتور اللواء سمير فرج الرئيس الاسبق للشؤون المعنوية واحد ابطال حرب اكتوبر. سيادة اللواء اهلا.